نعم زملائي، صباح الخير عليكم، صباح المحبة، صباح السلام، صباح العافية وكل الهلا بكم اليوم بالبلديات، منطقة البلديات تحديدا بسوقهم الرئيسي. بصراحة البارحة سألونا ليش ما طلعتوا بالبرنامج وش عجب ما طلع في الميدان البارحة. البارحة كان اكو مشكلة بعدم التنسيق بين عمليات بغداد والقوة الماسكة للأرض بجسر ديالة، ولذلك انه ما صورنا الحلقة والحلقة راحت. اليوم في البلديات ومثل ما تشوفون سوق البلديات، هذا يسمونه سوق الميت. زميلي علي تفضل وياي، خلينا نشوف الوضع. سوق الميت من اهم الاسواق بالعاصمة العراقية بغداد، لانه البلديات، منطقة البلديات كلها تجي لهذا السوق الرئيسي. هذا يعتبر سوق من درجة الاساس للمنطقة. مثل ما تلاحظون بالملابس، وتلاحظون انه بداية افتتاح السوق هسه تو فتحوا الناس ودي يصفطون بغراضهم. شلونك يا حبيبي؟ صباح الخير. صباح النور. ها؟ شلونك زين؟ ما تقدر؟ زميل علي وياي. يعني بالتحديد يعني كل الاسواق اللي نفوت لها وندخل لها ونشوف الوضع بيها، كل سوق له فطريقة معينة بالبيع، كل سوق له فد طابع لأهل المنطقة، وطريقة البيع هي دائما معروفة لكثير من الأسواق اللي بيها بهذه الطريقة، أنه الناس تتسوق على الطبيعة يعني يكون لقط مثل ما يسمونه خلينا نسولف ويا الحجية هنا. صباح الخير حجية، شلون صحتك؟ إن شاء الله زينة الأحوال. على الله مرتاح الحمد لله. على الله الحمد لله. شلون السوق اليوم؟ لا الحمد لله. والله زين الحمد لله. السوق الرئيسي؟ إيه. مال البلديات؟ مال البلديات إيه. شو اسمه؟ سوق الميت يسمونه. بس لا استعدل صار زين. الحمد لله. ليش سوق الميت؟ كان مو هالقد يعني علي حركة. قالوا بي كم محل كان هنا يشتغل؟ إيه قليلات. إيه إيه قليلات كان. هسه شوي لا الحمد لله والشكر. كثر لا عدل عدل. انت شلون شغلك هنا؟ والله الحمد لله على الله. تبيعين خمره؟ اي والله. زين شغل فروب الماعته اعطيها بالف، الماعته اقول اخذ ببلاش. والله على اي اي والله الحمد لله والشكر. اي ولا واحد يمد ايده يمه. اي الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر على الله. اي والله عندي اثنين ولد، هم عمال اخطيه، واحد متزوج عده ثلاث جهال وعمال هم يشتغل، يوم يشتغل وثلاث ايام قاعد. عندي واحد ما متزوج هم عمال خطيه. اي ورجالنا عندنا هم رجال كبير يشتغل بجميله. اي آه الحمد لله وش لا دابر الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر على كل حال. اليوم انت في الميدان وعلى الرشيد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا الرشيد لا لا متابعين الحمد لله. لا زين الحمد لله. ملاحظات علينا؟ لا لا الحمد لله، الله يستركم ان شاء الله. تحياتي سلام. حم الله واديك، الله يحفظك يمه، حم الله واديك، الله يحفظك، الله يستر عليكم بجاه الحسين، حم الله واديك، الله يحفظك يمه. هاي البساطة والناس نسولف وياهم نضحك وياهم. الحمد لله الحمد لله والشكر، الحمد لله على كل حال. تحياتي سلام. الحمد لله، الله يحفظك يمه، الله يستركم. رغم البساطة اللي هي موجودة الحجية، لكن ابتسامتها وضحكتها ما تفارقها. بهذا السوق الرئيسي مثل ما قلنا وسولفنا. السلام عليكم، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك يا حبيبي. شلون عافيتك؟ الله يرحم الله والديك. ممنون من عندك. لا زين رحمة والله. والله ما المخضر هذا موجود، والسمك والدجاج وهاي المواد الباقية. شلون البيع؟ والله البيع زين. انا مشتري مو اي مو ابو محل. انت مشتري؟ مشتري. شلون مسواكم؟ لا زين زين يعني. لا زينين زينه والله. زينة؟ تقريبا زين. ممنون الله. يعني من البلديات؟ اي من البلديه، من المضمار. شلون وضع البلديات بشكل عام؟ والله جيد. جوالك كلها زين؟ زين الحمد لله. تحياتي سلام. غاتي ممنون. يعني هذا السوق الرئيسي مثل ما سولفنا عنه. الله يساعدهم شباب، خله قاعد يمك سولف وياك. شلونك؟ شلون الحين؟ ان شاء الله زين. والله الحمد لله. شلون شغلك؟ مو زين. ها؟ مو زين. مو زين ليش؟ ماكو شغل. ايوه. ابد؟ ابد. زين ايش صار لك تشتغل هنا؟ صار لي 5 سنين. 5 سنين. بالعربانة؟ ايه. يعني تجي بس ساعة لهنا؟ بالسبعة وارجع بثلاثة. زين طلع مصرفك؟ طلع 5 6 ونرجع للبيت.
هو كل السوق يعني تعبان لو كل السوق يعني هو كله يعني خفيف كل السوق تدرس ولا لا؟ ايش قد صار لك بالطلب؟ صار لي 5 سنين. الله يسعدك والله يكون بعونك يا حبيبي. والله ودي ايجار لو سكن؟ لا لا سكن. ها؟ سكن يعني مالتكم؟ اي تحياتي لك يا حبيبي. الله وديك يا عيون. الله يساعدهم. الله 100 هلا. الله يسلمك. شو اخبارك؟ الله يحفظك. الله يستر عليك. الله يخليك. بداية نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام بذكرى هذا الشهر، شهر محرم والحرام. بداية إذا سولف اليوم على السياسيين، إذا تعرفك نائب اسمه محمود الحسني، هذا الكريدي الكردي، فرد يوم من الأيام جانا السلام عليكم وعليكم السلام، قربة الانتخابات خالي، وزع البطايق، يابتهم شنو سالفتكم؟ قلنا له عم احنا حواسم، لا مي لا كهرباء لا مجاري، عندنا تكرم هاي سبتة تنك عيني، والماي هذا ما اريد نحكي. خويا قال راح احولكم من حواسم من زراعي الى طاب وصرف. عم جزاك الله خير، وجبنا له هذا الكيك وشربت. خويا راح هو الولد انتخبناه، او عائلت انتخبته، ما اقول لك كذب، انتخبناه ها عيني، انتخبناه 4 سنوات جانا السلام عليكم وعليكم السلام. قلنا له عمي، انا قمت له نفسيتي والله العظيم، يمكن هو اذا يشوفني، انا قمت له قلت له عمي الله يساعدك، قال هلا اخويا. قلت له عمي انا سيد مهدي ابن سيد سعد، ومعروف هاي الوادم تعرفه سيد سعد، كنت مكلف بزمن صدام حسين، مو انت ست قاضي ها عيني، قاضي وحكم صدام حسين، تعرفه محمود الحسني. قال عم المطلوب شنو؟ قلت له عم عندنا هذا الشارع، هذا الشارع شنو؟ يمر من يمه الجهال، تمر من يمه المدارس، الناس تطلع على باب الله، هذا الشارع طينه، من تمطر الدنيا ما حد يطلع للشغل، لازم تلبس جزمه، ادري الموظف يلبس، انا رحت للشمال الموظف عندهم مرتب ونظيف، احنا اذا تمطر الموظف عندنا يلبس جزمه ويطلع، لو شد له نايلونه، هذا ابوي واحد من الناس ها عيني. قلت له عم هذا الشارع عندنا، قال عمي انا رجال متقاعد، شوف 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 شو يقول لي، قل له ما عندي، قل له ما عندي، يقول صحون ماكو. قلت له عمي هو شو يقول؟ يقول المليارات لعد وين راحت؟ اذا تم تبليط ما عندكم ها اخوي. كان ايش قال لي؟ قال له عمي هذا من جيب الخاص، من جيب الخاص راح شو اسوي؟ راح اسوي لكم هذا الشارع تبليط. قلنا له عمي ما نريد تبليط، نريد سبيس، كفي لك العباس ابو فاضل، وداعت نظر عيني، لا شفنا السبيسات ولا شفنا التبليط، ومحمود الحسن ماكو كفيلك الله. خوش حكي هاي وزارة، قاعد احكي على هاي ام الصحة، هاي ايش اسمها عديلة؟ لان على الابوه لا ابو لا 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 احنا شلون عم كفيلك العباس؟ انا تنزل امواته بالمستشفى، تنزل امواته بالمستشفى، لاكو مغذي لاكو سرنجات، رحمة لوالده كافي، خلينا ساكتين، رحمة للحسين، تنزل امواته لاكو رعاية، اضرب الا مستشفى اهلية، انا منين لي فلوس؟ ماكو عمي كاف، رحمة الوالدة، خلينا نحكي رحمة للحسين. جابوا ناس هاي الطائفية وخلت العالم ناس تاكل بناس، أساني أنا كفيلك خزينة، ما مأمن بروحي، جوا الشرباي مالتي 500 طلقة ومسدس يم وعدوا بندقية، ما مأمن بروحي، لاكو أمان لاكو طرقاعة، كفيلك خزينة. والله يعني شو اسولف؟ يعني اذا اسولف من باكر ما اخلص. تحياتي تحياتي وسلام. وهاي الدوله يعني شقلها طيحت حظ العالم، الله وكيله. الله يسلمك. الرد مكفول لكل الدوائر وكل الاشخاص اللي ينذكر اساميهم لهم حق الرد، ويشوفون الناس بهذه الطريقه وبهذا السوق تحديدا. يشوفون الناس ترى تعبانه والله العظيم، ناس ميته من الجوع. كفيلك الله اسامي باحه، قلت لابوي، قلت لابوي نطبخ للحسين سلام الله عليه، يعرف ناس فقره هناك منطقه جوا، ناخذنها ونساعدهم، هاي نقدر عليه، لا شو نسوي؟ والله العظيم ناس قاعده بالمخيمات جوا بالله. الله يكون بعونك يا حبيبي، تحياتي وسلام لك يا طيب، حياك الله. يعني بصراحه كل الاسماء اللي تنذكر بالبرنامج خلال البث المباشر، يعني بصراحه احنا
احنا ويا الناس بتفاصيل حياتهم، بتفاصيل مشاكلهم، ونسلط الضوء على كل المشاكل اللي ممكن نسمعها بالبرنامج ونشاهدها خلال البرنامج، لكن بطريقة السب والشتم هذه نبتعد عنها نهائيا، لأنه أولا ما تجيب نتيجة وحل، وبعدين احنا مو بهذا المستوى حتى نقدر نبقي الناس تحكي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. نرجع للسوق ونشوف السوق بشكل عام عن البلديات. السلام عليكم عمي. شلونك عمي؟ مية هلا. شو اخبارك؟ نعمه بخير. ارده قاعدين مستريح. ها؟ مستريح. شلون صحتك عمي؟ الحمد لله. عافيتك. نعمه الله يسلمك. سوق والله اليوم بلديات. والله هذا السوق هو. ها؟ السوق كل العالم هو تعبان، كل العراق. يعني اكثر الاسواق احنا نروح لها شوي ها بها حركه. لا هنا سوق الميت هذا. سوق الميت هذا اسم على مسمى. لا والله هاي قاعده ثابته. اي قاعده ثابته. آه. والله زين. من يا جانب ميت هو هذا شوف الحركه مالته يعني. الناحيه الماديه لا منين يعني ميت. اي يعني لا اكو عايشين والحمد لله. ليش واحد اي عايشين نعمه. اي 20 صرت تجار. ايش قصار لك هنا بالسوق؟ هذا تاسس على ايدي. لا والله والله. يعني سمعت انا سوق الميت سموه لانه كان ثلاث محلات او اثنين وبهذا السوق بعدين شويه البايسكلات وابو مهدي وابو احمد. أيه. كان عندنا ولد مضمد هنا شال هاي. آه. اي انت شغلتك هاي شنو؟ بايسكلات. بايسكلات. هسه شغل بايسكلات زين؟ نعم الحمد لله ماشي والله ماشي. شو سيارات صارت دراجات؟ لا لا هذا ما ينقطع ما ينقطع هذا. اي ما ينقطع هذا ما هي. الاساس هذا. أيه الحمد لله. نحن بايسكل شلون يعني بالبيت؟ إيه؟ اي طبعا اكو واحد. انت هسه شخصيا عندك لا لا ما عندي. لا لا آه. لا والله بعد مو ماله وسيله النقل الاساسيه. اي البايسكلات. اي اي بس احنا شويه عندنا تخلف يعني بهاي الشغله. آه. شو تقول للناس اللي ممكن يشتكون يخرجون من هالموضوع؟ والله هي اولا صحه ورياضه. اي هي يعني فد شغله حضاريه بس احنا جماعتنا كافتها المستحى. أيه. على بوان كبير عيب. اي هاي اللي احنا اللي عندنا ان شاء الله. يعني لا ليش ما تنحل؟ تنحل ماكو شيء ما له حل بس شوي نراد لنا ثقافه. احنا الثقافه معدومه عندنا. اي معدومه عندنا يعني ما عندنا ثقافه. الحمد لله. الحمد لله حبيبي ميته رحم الله والديك حبيبي مشكورين. حياك الله. السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك حبيبي؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ رحم الله والديك. شلونك زين؟ الله يعزك رحم الله. مبروك لك يا بتر هيك. اي قالوا لك قضيه على قناه الرشيد. سولف سولف يعني عليها معاناه. سولف انت مواطن ومعاناتك. معاناه بس اللوريات. هسه ارجع للوريات خلينا نشوف. ماكو خدمات منتهيه بالبلد يعني كل يوميا مطلعين لنا سالفه. يومية سالفة مال البصرة خلصنا من مال داعش طلعت مال البصرة بعد يا معاناة تطلع عنه. يعني ماكو قضية قضيتنا ما جاي تنحل زين. هاي شباب لا شغل لا عمل يعني إلى متى احنا نظل نتكرر؟ ماكو حكي يتعبى بالسلة مو لولا ماكو شيء جاي تشيله وتروح وتنتهي الأمور. يعني إلى متى واحد يظل يعاني وتعالي الدولة وفلان قال هيك يعني شيل هذول انت يعني خلصانه مالتك المده اطلع من يمه خل واحد غيرك يجي يستلمها خلينا نشوف بلكت واجد خير. يعني احنا كل سنه ننتخب كل اربع سنوات. انا بالنسبه لي ما انتخبت يعني كل اربع سنوات ننتخب ان شاء الله خير خير وبلا اسوء جاي يصير. قبل اكو عمل هسه ماكو عمل زين. كان داعش علينا قبل والله اكو عمل وحارب وما ادري شنو هسه ماكو عمل وقف العمل زين. انت يطلعونهم دائما على خط احمر لو على 100,000 لو على 200,000 زين من جوره هذا يا طبعا مو لولا. بس احنا ما توصل لهالطريقه انه واحد يقتل ويسلم والله يقتل يا اخي ماكو عمل. التطي شوفه 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 راتب انطي انت خو ما تطل واحد مليونين وواحد ما يقبض له 1000 دينار مو لولا. واحد يقبض له 3 ملايين وواحد ما يقبض له. بالبرلمان يقبض له 15 مليون ويقول والله 15 يوم 15 بالشهر ما يكفني اروح اتقرض شلون بيا طريقه بالله. وهو هذا 1000 دينار ما عنده عده لو خمس جالت جاي يطلعونهم على القنوات تشوفونهم شلون يبكون تشوفون النسوان شلون ما عندها عندها تاكل. شفت الحجيه هاي تدفع بالعربانه تلقط قواطع عمرها 80 سنه ويجي واحد راتبه 5 ملايين يقول لك والله ما جاي يكفيني
شباب تعبانه، لو شاب يدفع بالعربانه، تعيينات ماكو، خدمات ماكو، زين امانه تجي للامانه كفيلك الحسين ماكو، كل شيء لا امانه، كل شيء ماكو، ماكو خدمات منتهي، ما يوصلون للمنطقه، تشيل الا بفلوس، متعلمين على جماعه المنصور، احنا والله العظيم متعلمين، يخلي له 10,000 بالفتحه، هو هنا أنا يا لي خلي له 10,000 يقول لك انا ادفعهن مسواق لبيتي، ما اخليهن له، ها؟ اكل بيهن خبزه مو لولا، هناك متعلمين هنا ما يجون، تعال شوف الشوارع شلون، هذا رصيف على الشارع مال شارع العام، كفيلك الله، انا ابو شفل انا نظفت لهم على حسابهم، وجوا شباب من الكليه يشتغلون في سبيل الله، ونظفت لهم الرصيف جريته لهم من بدايته لنهايته، وانا قمت اصبغ وياهم وعلى حسابهم التكلفه، يعني من جيوبهم الخاصه، يعني احنا شاب يتبرع من جيبه الخاص وميزانيه مال الدوله، يعني ميزانيه مال الدوله بشرفك، يعني ما تسوي هيك الشباب، يعني كل شيء ما عندهم موظف طلاب مال كليه يقدمون هيك مواقف، هاي هي هاي رحم الله والديك حبيبي. شلونك يا حبيبي؟ حبيب قلبي، الله يخليك، الله يستر عليك. مشكله اللور، يعني هسه يجينا رزق مثل زيونه او فتشي، والله ما تطب للخمس العصر، لو تعطي لك 5,000 وتطب، لو للخمس العصر الا تطب، زين شنو ذنبي؟ زين من الصبح لحد العصر لو اكو رزق لو ما، زين يجيني درب بالنعيريه زيونه يعني ذاك الصوب، والله للخمس العصر، زين شنو ذنبي انا؟ يعني لو تعطي 5,000 للطب لو ما تعطي 5,000 للسيطه لجنون، اي 5,000 دينار، انا واحد من الناس مط شيك الصراحه، انا واحد من الناس مط دربي بيه 5 عشان يعطيني 5 وسبيل اعبر افرغ وارجع، زين قبل ليش ماكو منع؟ ليش صار منع؟ تقدر تذكر السيطرات؟ ما اقدر، لا ما تقدر، ما اقدر، لا بس انت منطي 5، اي اعطي انا اعطي اعطي، انا اقول لك اعطي حتى اعبر افرغ حملي وارجع لاهلي، زين ابقى من 5 العصر، زين ايش وقت اروح؟ ايش وقت افرغ؟ ايش وقت ارجع؟ وانا وراي عائله ومسؤوليه، زين هاي شو بيا قانون بيا وقت هذا، تروح شوف غير دول. زين انتم يعني رحتوا عمليات بغداد، تواصلتوا القوات الامنيه قلتوا لهم يا بنت ترى هيك موضوعنا، هم سدوه 2014 سدوه اللور للخمسه العصر للاربعه، الله حاولتوا انه تشوفون وضع، اي الخمسه العصر عبر، الخمسه العصر ما حد يحاكيك والله، الصبح ماك براحتك يعني؟ الخمسه العصر؟ اي عاد روح متى تريد روح، روح بس هسه هيك اوقات لا حد الخمسة عصر، لا لك من جاء الطب عاد جبارة بالشربت ما قدر الطب له الخمسة العصر. زين يصير ضغط على الشارع من الطبون؟ لا ما يصير ضغط، هذا هسه لا ما يصير ضغط، بس العصر يصير ضغط، العصر الطب كلها طبة واحدة، لاحظ ست الطب طبة واحدة، شوف الازدحامات تقاطع ما تصير بازدحام، روح هسه فارغ شول ليش شنو براحتك السير براحته. معاناتكم انتم يعني سياراتكم كبار بالشارع من الطبون داخل العاصمة بهيك وقت، خلينا نقول اذا هيك وقت انت تقول دخلنا بهيك وقت، اي صحيح زين، اي يعني شنو معاناتكم من الدخلون الشارع يتاذى من وراكم لو طبيعي الامور؟ طبيعي هسه هسه طبيعي، اي طبيعي، لان يعني هسه شلون نقول سياره سيارتين يعني، بس العصر مو الطب كل هالطب، الطب مثل ايش قد عدد الطب مثلا؟ الطب هسه هسه مثل جسر فرنسي مسدود هسه قول سدوه، هسه ايش قد سيارات منتظر هسه؟ 150 سياره هيك سيارات محمله طابق واقفه سرعه كامل تلقاه، هذا تعوفه براحتها، لا موكس ازدحام يصير فارغ الشوارع. هذه رسالتك؟ اي والله رسالتي من يسمعها، عمليات بغداد، عمليات بغداد يا اللي يسمعها خلي يسمعها، يعني معانت اللوريات خلي يشيلون هذا الحظر منع، سوي كتاب 150 براحتك، كتاب عمليات بغداد اكو سيارات عندك كتب عمليات بغداد 150,000 تنعطي 150 كل شهرين عادك كتب يصير. رحم الله وديك. وصل العمليات بغداد والقسم الاعلام متعاون ويانا وبلكت الله يشوف لنا حل لهذا الموضوع. تحياتي تحياتي لي يا حبيبي، تحياتي حبيبي، والله يسعدك استاذ حبيبي، نبارك بكم بجيتكم السوق الميت ونعزي العالم الاسلامي بشهر محرم الحرام، احنا بالنسبه للمتظاهرين نطلع بساحه التحرير، هاي يمكن صار عاشر مره نطلع ماكو مطالب، يعني عاشر مره نطلع للمظاهرات ماكو مطالب، يعني احنا نصير مثل البصرة؟ اذا نصير مثل البصرة ونتبع طرق غير طرق مو صحيح، نحرق مقرات لو شو اسمه يقولون ذول مدسين وتخرب المظاهرات مالتنا وتضيع كل حقوقنا، يعني ليش ما يلبون حقوقنا؟ يعني صار عاشر مرة نطلع
هسه المسؤول يقول لك يابا اردفتهم حقوق المتظاهرين شنو؟ اليوم يطلعون المتظاهرين على شنو؟ حقوقنا تعيين تعيين الشباب البطاله، الفساد القديمين كلهم يتحاكمون، الباقه والبلد من 2018 الدستور اللي كتبوه امريكا يتغير، دستور فاشل. وبالنسبه لذول البرلمانيين احنا ناس لا انتخبنا لا شو اسمه، هسه مطالبنا كلها تلقاها بالمظاهرات، روح انزل المظاهرات وشوف. بس مع الاسف الاعلان هم بالمظاهرات ما جاي ينزل بساحه التحرير، اعلان ماكو بساحه التحرير قليل والله العظيم. مظاهرات احنا ذاك يوم طلعنا، السبب الحكومه. يعني اليوم انت تقول هسه الاعلام والقنوات ما جاي تغطي الحدث اللي موجود بساحه التحرير. انا اقول لك احنا كل جمعه عندنا تقرير وعندنا مباشر لايفات، وهذا بالنسبه لنا. انا مو دفاعا عن القناه، لا قناتكم مشكوره، حتى التغطيه على البصره غطتها المظاهرات بشكل يعني صحيح. يعني الاعلام مهم لو مهم؟ طبعا الاعلام. انا ذاك يوم كظيت قنوات، بس ما اريد اذكر اسامي قنوات، اثنين ثلاثه، قلت له انت تجي تصور هنا وما تطلع. ليش تصور وما تطلع؟ انت قلت له اذا انت ويا الدوله مال الصور تصوير وما تطلع قنوات اثنين ثلاثه ومعروفات هن. يعني احنا المتظاهرين راح نتعاون عليها، بس هاي المظاهرات تجي ما نخليها تطب ساحه التحرير والله. يعني واحد ذاك يوم شقق هدومه من العيشه، ذاك يصرخ، ذاك يريد يحرق روحه ما يطلعها. اذا قلت له انت ويا الدوله؟ احنا جاي نطلع ناس تعبانين، هاي عاشر مره نطلع. يعني اضيف لك احنا مو ضد الدوله، احنا ويا الدوله، لكن لا بارك بالطرق الله. بالطرق القانونيه. التظاهر هو حق يعني مكفول للمواطن، حتى تنقل المظاهرات مو صحيح مثل ما تنقل البرلمان الجلسه الجديده هاي الخرقه الدستور خرقه الدستور تنقلها، هم تنقل مظاهراتنا مو صحيح ولا لا؟ والله يبارك فيكم والله يخليكم، مشكور حبيبي. حبيبي حياك الله. بصراحه يعني السوق دائما تلقى بيه يعني المشاكل، تلقى به هموم، تلقى به معاناة، تلقى به مناشدات للناس. السلام عليكم عمي، شلونك؟ شو اخبارك عمي؟ قواك الله، شلون صحتك؟ ان شاء الله زين. الله يهديك، احوالك؟ الله يهديك، الله يخليك، الله يهديك. الله يخليك، الله يهديك. مبسوطكم عمي في الميدان. الله يخليك. وتجولنا. اهلا وسهلا بكم. شلون وضعك؟ نعزي صاحب العصر والزمان على استشهاد الامام الحسين عليه السلام بهذا المصاب والجلل. اليوم عمي السوق شلون؟ والله حد شوف انت بعينك، الاسواق كلها تعبانه والناس تعبانه وضعيتها تعبانه. اي شرايه ما شرايه هو يعني ايش يشتري؟ هو الانسان لا ما عنده راتب لو عنده فلوس، لا ما عنده راتب وفلوس شلون يشتري؟ يعني منين يجيب الانسان؟ هسه نشوف الشوارع متروسه كلها، ناس جاي جدي ما عنده درهم بالبيت، زين تجي مره للسوق عنده 1000 دينار، زين 1000 دينار ايش تشتري بيه المره؟ ها؟ ايش تاكل بيه؟ ايش تاكل؟ مثلا المراه يقول له يابا اني زوجي اعطانا 1000 دينار. زين ال1000 وين تودي المراه؟ بهالحاله. يعني ايش تشتري بيه؟ باقه خضره؟ تشتري له خبزه؟ يعني الوضع تعبان، كلش تعبان. الله يخليك، الله يخليك. الناس الفقراء الله يخليك، الله يواديك. تحياتي وسلام. الله يخليك، الله يسلمك. زميلي علي، نقطة عامة عن السوق وسوق الميت، مثل ما سولفوا بعض الإخوان بهذا السوق، قالوا أن سوق الميت لأنه على بساطة السوق وإمكانيته كانت قليلة كان يسمونه سوق الميت، هسه سوق العدل سموه. شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ الله يخليك، الله يسلمك، رحم الله والك. الله يخليك، الله يسلمك. يا سوق العدل هسه سوق الميت؟ لا نجيك يمك، نجيك أوقف. أهلا وسهلا، تعال. أهلا وسهلا. لا هذا سوق حي اكد بالاصل. اي وهذا السوق قديم وتصميم من تصميم مدينه بغداد يعني الاساس. اي اول ما تاسست منطقه البلديات هو تاسس بصفته يخدم منطقه البلديات. اي بس البلديات كلها. اي البلديات علي، بس احنا شنو هو يعني نشكي من امانه بغداد، يعني الايجار ماله شويه صار مرتفع. يعني سابقا بزمان حكومه نور المالكي كان الايجار يعني ويا الضريبه كان بال 350 400 الف، هسه صار بالمليون و350 الف. زين من جاء العبادي؟ ضرائب ما ضرائب، زياده الايجار. نقول لهم ليش زيت؟ يقول تعظيم موارد الدوله. يعني تعظيم موارد الدوله تعظمها برؤوس الفقراء. زين هاي النفط، الغاز،
المنافذ، خيرات العراق كلها ما بكيفيتكم، يعني لا تعظموا هنا بسوق الميت. زين يعني ناشط قناتكم الكريمه، يعني شلون ما يقول يساعدونا شوي يخفونا بالايجار. وتشوف يعني هسه الوضع الامني، الوضع الاقتصادي، وهذا السوق تشوف التفارق. هاي الشغله يعني بسبب عرقله الحكومه وتشكيل الحكومه هي مثلا يعني على الوضع الاقتصادي. زين واكو شغله ثانيه، يعني احنا نساند يعني العراق ونساند نادي القوه الجويه ونستنكر هذا العمل الجبان الارهابي اللي قامت به الجماهير الجزائريه بتمزيق رايه الله اكبر العلم العراقي. نستنكر هذا العمل الاجرام الداعشي الجبان ضد العراق، ونقول العراق يعني اكبر من هاي. زين ان شاء الله، وندعو من الله يوفق هاي القناه، قناه الرشيد البطله، بدارة الاستاذ سعد عاصم الجنابي، الله يحفظه لسان الوطن الشريف، الله يخلي قلبي، رحم الله والديك. تحياتي وسلام لك يا طيب. تحيات الخير والازدهار للعراق ان شاء الله. اللهم امين. تحياتي. بصراحه يعني معاناه المواطنين مثل ما قال على موضوع الامانه يعني الظاهر هي يعني مسؤوله على هذا السوق وعلى المحلات اللي موجوده وحتى على الخدمات اللي مقدمه بهذا السوق والايجارات اللي موجوده. ارتفاع الايجارات هو بقانون وباتفاق مع الحكومه اكيد وقرارات حكوميه. بصراحه احنا اللي نريده نوصل اصوات الناس اللي موجودين، نوصل معاناتهم ونشوف الواقع. السلام عليكم. عم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا مرحبا. الله يبارك فيك يا غاتي. يا مرحبا. والله نحمد الله ونشكره. الحمد لله. والله نحمد نعمه من الله. منطقه الحمد لله امنه باهلها ان شاء الله. ان شاء الله الناس يعني شو وقت ما تكون الناس زينه اكيد يعني المنطقه زينه، ونحافظ على امنها وعلى دينها واسلامها، واهم شيء هذا اهم شيء. اليوم احنا عراقيين محتاجين الى التكاتف، محتاجين الى الطيبه والحنان والتآلف بيناتنا احنا كمجتمع عراقي. هذا الشيء محتاجيه اكيد يعني. واليوم التعنصر والحزبيه والطائفيه هذا ما مسوي شيء للبلد اكيد يعني. هاي تودي البلد الى يعني فد طرق يعني مسدوده ومؤذيه حقيقه يعني. ايه شلون الواقع مال منطقه البلديه؟ لا الحمد لله واقع 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 نعمه من الله. هو اليوم زين نفسه، وكل انسان اكيد هو يمثل نفسه اليوم. فطبيعه الحال يعني الناس بصوره عامه الحمد لله ناس مسالمين وناس طيبين وناس يعني تدور عيشه. هي منطقه شعبيه باهلها اكيد، طابعها طابع شعبي، تحب المخالطه والمجامله. اي نعم هذا الشيء. هذا سوق رئيسي؟ هذا سوق حقيقه كان بالسابق يسمونه سوق الميت، فهسه الحمد لله هسه لا هسه صار سوق حي ان شاء الله. سوق حي باهله الحمد لله. اللهم يبارك بكم. الله يحفظك. الصوره المباشره الان من سوق البلديات في العاصمه العراقيه بغداد وسوق الميت، وتغير الاسم صار سوق العدل او سوق الحي. سوق بهذه الطريقه الحجيات يسوقن. شلون الحجيه؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. خاله روح زين. ها سوقتي لو ما سوقت؟ سوقت. شلون روح لكم زين؟ نعمه خيرنا. صدق غالي ولا رخيص؟ خيرنا الله خير. والله نعم. طماطات على بصلات. نعمه خاله الحمد لله. زميلي انطيني الصوره عامه عن المكان اللي يشتغلون به، يعني خلينا نشوف الاسعار، نسال على الاسعار. شلون اخوي؟ قواك الله. شو صحتك؟ ان شاء الله زين. تعال اخوي سولف لنا على الاسعار. الاسعار مناسبه، البانيه بستة، رمان 1500 حبيب قلبه انت، طماطه بلف، بوتيته بلف، خيار بلف، اسود بلف، فلفل 1500 حبيبي انت. 1500؟ اي نعم. بس غالي البانيه بستة هسه. ها؟ مو تعرف يعني انت الاستيراد؟ لا هو استيراد ماكو، مسدود هسه حاليا. اي وباني هي يعني قليل والله، وراح تنتهي يعني ما شيء هالاسبوع هذا. زين هسه هاي منين الاستيراد؟ العراقيه. هاي عراقيه. زين هسه العراقي شنو عندك؟ العراق ماكو شيء عراقي يعني، عندي بس طماطه، حتى طماطه ايرانيه، بوتيته عراقيه، خيار كربلاي، اسود عراقي، فلفل عراقي، موصل عراقي، الباقي كله استيراد. الفواكه كلها كله استيراد. هذا التين مال النجف؟ هذا احمد تين مال النجف هذا؟
مونجة حركة. اي نعم ترى مبين طعمه يختلف مو شيء اكيد. والرطب؟ الرطب هذا بغداد هذا. اي لا بغداد ما تجيبه من البصرة؟ لا نجيب انتهى وقته. والله انتهى وقته حبيبي انت. لا طاح بالبداية وراح. اي نعم الله يكون بعونكم. الله يسلمك. شوف شلون حركته زينة. والله حركته زينة الحمد لله يعني ماشي الحمد لله. الله يسلمك حبيبي انت. الله يكون بعونكم. شلون اخوي انت تعرف الرطب؟ اي اي شنو هذا وهذا؟ هذا تبرزل وهذا بارحي. شنو الفرق؟ البارحة احسن. البارحة اي انه يمكن ما يصير بغداد. لا ليش موجود؟ والله متميز هو عليها البارح انه 150 تمر 150 نار. اي بس هو احسن شيء البارح. اي حتى اللي بعده ما بالغ يمكن هم طيب. وهالخلال ماله حلو ذاك. خلال ماله احلى بعد من هذا. ليش كذا؟ كيلو ماله 1000 ونص. اول ما نزل بيش؟ هو اول ما ينزل رخيص ب 2000 2 ونص. شغل السوق ماشي؟ والله هو السوق مو ذاك الحركه تعرف الوضعيه. شلون الكهرباء؟ والله الكهرباء كله سحب. سحب؟ اي سحب. تلفوننا على منطقة أو مدرسة وراكم صايرة؟ أي شنو وضعها؟ تعبانة. ماكو خدمات. هي الدولة شوف اكو خدماته سوى الشبيحة ضيها هسه اليوم كان من السقوط اليوم شارع ما يعرفون يبالطونهم صار سنين. روح شوف الزبالة. والله زميلي علي تعال وياه حتى نشوف موضوع المدرسة لأن أكثر من شخص قال لنا بس شوفوا وضع المدرسة. إذا نقدر نشوف زميلي علي يعني نتحمل هذا المنظر. بس دقيقة وياي تعال هسا هاي شنو المدرسة؟ وين المدرسة؟ هاي المدرسة من هنا صايرة. هاي المدرسة. هاي مدرسة؟ هاي لا من هنا. زميلي علي تعال وياي. مشاهدينا الكرام في كل مكان يعني اضطرينا نطلع من السوق حتى نجي لهذا المكان. هذا يعني هاي ما حد يوصل هنا ما حد ينظف. هاي احنا ننظفها نوبات على حسابنا. هذه هي الواقع. هاي يم السوق وهاي المدرسه شوفها وباكر عقبه هاي اطفال هنا تداوم. شوف يعني ايش تتوقع انت؟ يعني شلون ما تمرض الاطفال؟ شوف هاي وضعيه هاي تعجبك هاي الوضعيه؟ شوف هاي الزباله. يعني هاي البلديه ما تجي احنا من جيبنا الخاص. هاي تلال من جيبنا الخاص يعني. والله اتوقع هاي البلديه. شوف هاي الزباله. هاي الزباله هذيتها يعني مش شلون ما كان. اذا تحترق هاي من هاي السوق كله يحترق. هاي عندك هسه انت وضعيه ترضى بيها؟ كل ماكو شيء ما سويناه ماكو شيء ما جبناه ونفس الحاله. منو ما جاك ما حد هنا؟ ابدا يجي بس تطلع عليه باو عافه وراح داروش وراح. هذا طمر صحي هنا لو يعني هاي منطقه شنو هاي؟ هاي اصلا هذا الطريق هو مدخل للسوق هذا. بس الناس هذا مدخل للسوق لان ليش العالم ما تدخل منها؟ لان زباله يعني هسه انت تعال منها تستحملها. هذا مدخل للسوق هالشيء؟ اي هذا هسه مدخل زين. هاي تتنظف لو ما تتنظف هاي شنو وضعها؟ هاي وين؟ فوقها يذبونها. تعال منها تعال اخوي. يذبون فوقها وتحترق يعني عدة مرات احترقت نص المحلات. والله العظيم انتم ترضون بيها هيجي عالم جاي على عيشتها لو تجي تتقبلها. ننقل هذه الصورة بصراحة زميلي علي وايضا مشاهدينا الكرام في كل مكان. يعني هذه الصورة الان من بغداد من البلديات من السوق مال البلديات قرب مدرسة يا مدرسة هاي. ما مو مالها اسم ما هي ما متروكه شنو؟ متروكه هاك شوفها. تعال شوف افتر منك على الشارع شي يدفنون ياخذون مليارات يدفنون يذبوا لها انقاذ. مجاري ماكو. تعال اللي جاي هسه تقدم شوف النقره هذيك يعني اللي يطيح بها يغرق ما يطلع. غير مجاري تكون رئيسيه للمواطنين شلون يعني هيش باقي هي. زين هسه انتم هذا فوقه لو يحترق لو يلموت هذا اليوم يوم يجي والشفر كله يلم على حسابنا. لا والله العظيم يعني ما توصل امان لهنا؟ ابد الامانه حتى مثل يحترق وتخابره يقول لك اي هسه جايك على الطريق هي تقب الدنيا وكلها تحترق المحلات وما بعدهم ما جايين. ها والله مو علينا هذه المنطقه ها مو علينا خابر علي فلان وملينا بهالحاله. هسه انت تعال هنا وساعه وشوف الريحه تصير. هسه هي الريحه ما مقصره. زين احمد وادك تستعملها انت يعني هسه قريبه يا يرضى بيها يعني هسه المسؤول اذا يمه يرضى بيها؟
ما حد وصل لهنا؟ ابد ولا واحد وصل. احنا اول ناس جينا؟ ملينا، اقول لك ملينا. ما حد، احنا اول ناس وصلنا له؟ ما حد يجي، ما حد يجي. ما شايفين هيجوا؟ ما ولا ابد ولا اي شخص اجي. ولا اي انسان اجى وقف وقال يابا شنو هاي القضيه، تعالوا شلون هاي الزباله، شلون تصادر، شلون يشيلونها. ماكو اي واحد يجي يلمها ندفعها هناك وتحترق. اللي يحترق ابو المحل اللي يخسر يخسر، والما يحترق بعد الله والعاذرين. لا والله، والله هاي هي على هالحطه هاي. يعطينا صوره عامه عن الوضع هذا اللي هسه موجود، يعني من ضمن البلديات، يعني وما اقدر شحش عنها لانه هسه الريحه اللي موجوده بهذا المكان، وبصراحه النفايات اللي موجوده وهذا الزبل. يعني بعدك تطلع على شارع، يعني شارع، ها بعدك تطلع على شارعين، تعال شوف ساحه كامله على صفحتين. شوف مواجهه بلد ولا ليش حجي، بس خلي يسوي لهم شيء مشروع واحد، يعني اذا ما انا شفل ولور الصبح يجي يشيل الزباله، يعني يوميه لوري مو خساره، هي شفل ولوري يجي يطب مناك يجي ياخذها كيلو ويشيلها يوميه درب واحد لا اكثر ولا اقل. وخلي يوفرون الحصه للعالم، شلون صدام حسين سابقا موفرها للعالم، الشعب كله يسكت. ترى الشعب هو تطيع ذاك النفر 25 يسكت، هاي العالم الهوسة والقبة كل يوم على التلفزيونات ومشتعل الدنيا، وهذا يبكي وهذا ما عده وهذا عده. ترى هذا قضية الشعب، ويطون هذول الرعاية الناس الكبار المعوقين يطون حق الشهداء. العالم بعد ما لهم غرض، الباقي لهم خلي ياخذونه هم، لهم رب اللي يحاسبون، اللي يحاسبهم عليه. مو يركضون لو واحد مفتح على الشارع لو هاي تعالوا عزلوه، لو حط له رقيات تعيدوسن بالشفر، خلي يسوي له مشروع. مو يبلش العالم، العالم منين تروح تجي بالسلب تبوق، يسوي له مشروع يجي هنا، مو يجي على الشارع لو يفلش لو ما شي يسوي. هذه يعني رسالتك للناس المعنيين، اي خلي يشوفون هذا الوضع وهذا الواقع. هذا الوضع، هذا الوضع زين، هذا الوضع. ها وين تريد تصعد؟ كرار كرار شنو هاي؟ هاي اللوريات قاعده، هاي شغلها، هاي كلها شغلها. هاي العالم ليش اسوي اللوريات قاعده، الشفرات قاعده، شغلها طيهم على اليوميه. الريحه كتلتنا يعني على اليوميه على الدروب اطي شغله. ليش هاي السيارات قاعده حرامات؟ يلا خلينا نرجع للسوق بعد، يعني مثل ما شفنا هذه الصوره، يعني هذا وسط العاصمه بغداد، يعني ما معقوله بهذا المنظر وبهذا الشكل. يعني هاي المحلات شنو اكو متجاوزه؟ اكو متجاوزين هواي ترى على الشارع. زين على الشارع، اي هاي كلها رسميه اصوليه، هاي منها ايش رسميه كلها، بس هاي منها كلها تجاوز. احنا طالب الحكومه اريد تعيين شباب كلها قاعده حطاله وطاقه هذه بالتكتك، لا مدارس بها حظ، لا شوارع بها حظ، لا مجال تكرم. من ليلة ترى سنة شابة سنة مثل العالم، هاي المجال شوف جفا محلات كلها منها كلها تجاوز، ويومية عركة يومية مشكلة. من ليلة شوارعنا شنس عطالة بطالة. هسا عدكم تعيين حال الدول، لا رواتب لا ملابس مثل الحظ مثل الشباب، كل شيء ماكو. من ليلة الله يساعدك، الله يساعدك يا حبيبي، الله يكون بعونكم. احنا اللي علينا نوصل الصوره ونوصل الرساله للمعنيين حتى يشوفون حل. بصراحه اللي شفناه هسه، يعني هذه صوره وسط العاصمه العراقيه بغداد بهذا الشكل وبهذا المنظر. هذه المنطقه هي مو اطراف، هذه وسط بغداد. المفروض يعني الجهات المعنيه والامانه تهتم بهذا الموضوع، لانه اثر على المدرسه اللي جانب هذا النفايات، واثر على السوق. يعني هذا مدخل سوق رئيسي علي، يعني اعطينا صورة. هذا المدخل الرئيسي للسوق، يعني هذا مدخل سوق. خلينا باب، احنا الباب خلينا على افات ابد، كل شيء ما فات. اذك هسه ابو الشفل هذاك اليوم لمينا له، يلا يجي لم له فلوس، يلا يجي بعد يشيل شال هذاك اليوم طق هذا المحل وقعه ابو الشفل. يعني كل شيء جاي تبع من جيوبنا، والبيع وما بيع، وقلنا ما بس مو لهالدرجه. بعد ارسلنا صوره حل، احنا وياكم، يعني احنا ما عندنا مشكله، احنا ما دام وصلنا لهذه المنطقه، ويعني وصلنا لهذه المنطقه وحتى واقعها نقلناه، نشوف الجهات المعنيه. واحنا اهم يعني هذا اهم رساله للجهات المعنيه اللي مسؤوله عن الامانه،
هم ان تريدون تنظفونه، هم احنا قناه الرشيد راح تكون وياكم من ازاله هذا الموضوع وازاله وتنظيفه، هم راح نكون احنا وياكم وننقل اللي من واجبها هي الأمور، من واجبها من تجي غير تنظف غير من واجبها. ها زين، هو جاي ينظف وجاي يكرف، احنا نطيه زين نطيه، يعني هو مسؤول تطون تقريبا على قول لسانه اللملة من كل محل 5 و10 و15 و20، يعني ابو شبر منا اللي جاي من يجي ياخذ له بال 50 بال 75000 زين، على مود يشيلن على مود يشيلن، مو متنا سووا لنا صوره حل ما، يعني هذا احنا الامانه انتو يا با رحنا للامانه وملينا ماكو واحد ما رحنا له البر رحتوا رحتوا هاي من الامانه شو اسمها هاي مال البيدغ اي هاي ومره اجا والله نريد فلوس ولما فلوس والله ضرائب على المحلات وماشين ولخفون عين اعطونا وصولات كلك ماكو ولازم تجون للدار، راحت للدار نصها كل عطت على 500 و400 ليش؟ الله يرضى محمد شنو يعني هسه شو لو بتطيع لي هي للامانه للدوله وما مسويت لك صوره حل زين ولا الله شاهدتي العالم تجي هنا بعم بها والحسين اليوم بيومه تاكل، اليوم ما اشتغل اليوم ما ياكل صح زين، اسوي لنا صوره حلها بعد اخيك وصلها كان من يكون يا مسؤول زين تخابر تحترق تخابر يابا هيك وش السالفه؟ قال لي جايك ترجع ثاني مره تدق علي ها؟ لا والله مو على قاطع على قاطع فلان قاطع فلان احمد والدي كم مره راح ترجع ثاني؟ بالعشرين مرة قليلة. لا والله. والله يعني أنا واحد من الناس هذين شوفنا هذين المحلين هذين أربع مرات احترقن وبيهن غراض العالم والدين هاي كلها رجعت خسارة النوب علينا. هسه يقول لنا صورة حر رحم الوالد، هسه عندك سوق الأولى مو حاط طور صبات؟ إي. وكل شيء متوفر به. ليش احنا من دون العالم؟ لا مجاري، لا مي. يعني هسه مي من تفطر وين يروح؟ ناس هاي لا يوقف المي. إي غرق لك إياها وين يروح؟ بغير يكون مجرى فشي ابد. يعني هسه انت من ضمن يعني من ضمن امانه بغداد، انت هسه ماجر من امانه بغداد؟ ايه هسه انت ماجر؟ ايه ماجرين احنا كلها كلها باجره. ايش قد ماجر؟ مو سوح تقريبا بيهم 400 بيهم 500 ايه. اللي ياخذون سنويه مليون. احمد والدي شنو؟ الله يسعدك. جاوا بدال ما يساعدك يجي ياخذ منك؟ بدال ما يوفر لك شيء يجي ياخذ منك؟ الله يكون بعونك. يعني اسوي العده يظل هنا قاعد يشغل هنا يم الزباله احمد والديك. طبعا. تعطب بالمحل وخلنا اشغل لك المبرده وشوف الريحه. حجيه شلونك؟ ها؟ شنو شغلت؟ تلمها عتها حلال تلم له. حلال لابو عبد الله وتلم له. اي. الله يسلمك. اخوي بهدلنا والله، والله متنا. متنا متنا انا وياكم تعايمت تعايمت بعد اخوك تعايمت تعاي حجي تعال تعاي خلينا نسولف وياك تعال ها ما تستحي اي صوره حل كل اكثر ولا اقل الله يساعدكم احنا بدورنا نقنا وقحكم انت جيت اخو بس شفت المنظر وبعينك صدفه صدفه جيت هسه عاجبك هذا الشيء؟ لا لا والله لما نطق هنا انا واحد انا طق شو اسمه نظام ناصف يم الحسينيه طق طيب. هذا هم كان موت الناس يعني هذا الطب من ناكت للناس كلها ما حد يدري ماكو الناس الطب وتطلع بالسوق تحرقه سو ما حد يدري ما حد يدري هسه الطب الناس وهاي هنا كل شيء يسوون ما حد يدري هنا شلون شوف النحل يحطون يحطون مصبات يحطون هنا بالنسبه انه هنا ما نخلي سياره الطب غريبه عرفون الغريب الغريب ما نخليه مو لان هذاك اليوم من طبه وطبه هناك طق بالحسينيه يم الحسينيه هو قبل ايش قد؟ قبل ايش قد؟ خمس لا لا قال يا ابي والله 9 اشهر هي 7 اشهر في الحدود وطق هناك زين ما ندري بيه لو طاب بالسوق كان كتل الناس كلها بس ربك هناك طق يم السوق البيت حصرناه بمحل ونزلنا كبنك علي طق بالمحل والله ما اكو لا زين ابد يعني هذا هو المدخل المدخل منها ترب مثل ما يقول سيطره غير تدخل هنا سيطره مرابطه عجب ماكو مرابطه هنا خلاص احمد وادي كم مباراه المرابطه هذيك اللي غاد بس هنا الشارع العام بس هاي الشارع العام بس هاي يعني على ولا يريد يجيك يجيك من يمهم يجيك منا يجيك منا من كل مكان يجيك انت من تتعاوط ينضرب صبات على حسب الاصول ومجاري تتوفر ومي عشان اذا عالم آلاف الناس تجي بها بلديات الله يكون بعونكم واحنا هذا انت واخوك وانا كلها عيشت على هاي هو
السوق، يعني احمد وادك اذا طقت بالسوق مره ما تبع شيء يدمر السوق. لا والله هو اصلا هو سوق تعبان وكل شيء ما بيه، يعني لا بي كهرباء لا مفري لا مجار هيك. تعال كلها بالشتاء وشوفها من تنطر ماك كلها تعزيت تروح لبيوتك. الله يساعدك والله يكون معك. وعالم تعبان اليوم تشتغل تاكل، باكر ما تشتغل ما تاكل. خلينا نسولف ويا الاطفال شوي نعطيهم مجال. شلونك حبيبي؟ زين. شو اخبارك؟ زين. شلون وضعك؟ زين. داوم لو ما داوم؟ اي داوم. وين؟ بالمدرسه السجاد. يا مدرسه وين؟ بعيده قريبه؟ قريبه. زين هاي المدرسه تعرفها شو اسمها؟ السجاد. هاي سجاد هاي اللي اي ها داوم بيها؟ اي. زين هاي الزبل طب لكم الريحه لو ما طب؟ طبلنا. اه والله. من يحرقونها تجيكم نار ولا لا؟ اي. والله. انت تداوم بيها؟ تعال يا متاع. يعني مدير ما شاف لها حل؟ لا ما شاف لها حل. تعرف يعني تعرف ايش وقت يشعلونها ويطفونها؟ اي مرات الظهر الصبح يشعلونها يطب علينا دخان، ومرات من الاسهم تغرق بالطين وهاي. اي. اي ومدير كل شوي يسوي بس صابونا على قد اللي نروح للصفوف ونرجع. صح. قديمة هي هالمدرسة؟ اي قديمة، تفلشت وبنوها جديدة منها. ها؟ اللي جاي ما يصير. بالمدرسة؟ بالمدرسة. بالساحة؟ بالساحة. تغرق تغرق. اه. والله. والله حتى الصفوف. حتى الصفوف لا يطينك ندمر وهاي. اه. والله. الله يساعدكم. هذه رسائل المواطنين بهذه المنطقة. بصراحة كنا داخل السوق وهذه المنطقة من أهم مناطق بغداد البلديات. السوق سوق البلديات معروف. هذا السوق يعني من أهم الأسواق، الناس اللي بيه كلهم من الطبقة البسيطة والفقيرة. وأيضا زميلي اعطيني صورة عن هذا المدخل أو هذا المنظر اللي الآن أمامكم. هذا هو مدخل اللي يعني بجوار السوق، وهم تشوفون حالته وتشوفون الوضع اللي هو موجود الآن. نتمنى من الجهات المعنية خصوصا الأمانة أنه يجون هذه المنطقة ويشوفون شنو وضعها، أكو بيها تجاوز، ممكن إحنا هم نجي وياهم ونغطي اللي دي يصير بهذه المنطقة من عمليات تنظيف، إزالة الأكشاك الممكن اللي متجاوزة، وإحنا وياهم مع القانون ونغطي كل اللي دي يصير واللي قدموه. وبما أنه إحنا نقلنا اليوم واقع هذه المنطقة وتحديدا في هذه يعني هذه المشكلة الرئيسية اللي للسوق بصراحة اللي ما زايرتها أي قناة، اليوم وصلنا لها بعد ما وصفونا الأخوة بالسوق يصيحون ورانا أنه يابا شوفونا حل لموضوع المدرسة والزبل اللي بصفها. وبالفعل رحنا وشفنا واقعها وعرفنا شنو موضوعها. لما ومن يملي فلوس؟ قالوا يابا هاي الفلوس أنا راح ألمها راح نوفر الثوم المي هاي الزبالة اللغي، عرفت؟ فالمحلات هم كذلك أخذوا من كل واحد 450,000، من كل محل 450,000. الأخذين هل راحة راحة يعني أخذين بعد لا شفناهم ولا هم يحزنون. بدون وصولات؟ التوصولات بين كل الطلبة. أحمد هسه متأكد لك إذا تريد على الوصولات. أنا راح أعطيكم تليفوني. أي. وش وقت ما يصير عندكم وصولات أو موضوع إحنا تخابرونا وإحنا نجيكم ونوقف وياكم ويا القانون ونشوف شنو وضع المنطقة وبخدمتكم. هذه عودة لكم زملائي وأيضا مشاهدين الكرام في كل مكان. اليوم من سوق البلديات وسوق الميت وطلعنا على الواقع اللي موجود بالمنطقة ونقلنا لكم بصورة مباشرة على واقعهم. هذه عودة لكم وأيضا لمشاهدين الكرام في كل مكان. إليكم.